ضربة البداية للمباراة والكرة الأولى تونسية من جانب غادة عادي تويلا كورة إمكانية أولى إمكانية أولى تصويب الهدف الأول الهدف الأول الهدف الأول للمنتخب التونسي جميلة البدايات للتونسيات مريم حويش نجمة المنتخب التونسي والهدافة التاريخية تمضي أولى الأهداف في الثواني الأولى أول كرة غادة عيادي في العمق ومريم حويش محترفة غازيانتاب في أفضل البدايات للمنتخب التونسي مريم حويش تفتتح التسجيل أمامنا على صورة تلعب في الدوري التركي في فريق غازيانتاب أول كرة بعد انطلاق المباراة الدقيقة والثواني الأولى